نهال شو عم تساوي هون؟ أنا اللي لازم أسألك. شفت؟ أنا بلاقيك وين ما رحت. إذا مهند بيهرب نهال بتكمشه. إيه؟ عم بنتظر منك توضيح. قلي ليش كذبت على الكل؟ هلا تركينا من الحكي. انت كيف عرفتي اني قاعد هون؟ من خطيبتك القديمة بشرة. بتعرف كلمة السر تبعك، عم تطلع دائما على ايميلك. شو حقيرة. وبتعرف انه انت مو لوحدك هون. انا لوحدي، ما في حدا معي. طيب من وين اجيت هلا؟ من هون، كنت عم بركض بالغابة. منيح. ايه شو ما بدك تعزمني لجوا؟ بدي ارتاح شوي، قطعت مسافة طويلة. اكيد ما رح ترجعني عن الباب بعد كل عذابي بهالمشوار. طبعا. صحيح، كيف اجيتي لهون لحالك؟ اجيت وبس. يلا افتح الباب. يكون بعلمك ماني مرتاح لموقفك هاد. انزعجت لأني كشفت كذبك، ما هيك؟ ليش كذبت علينا؟ هيك إجا على بالي، حبيت ريح راسي شوي. ليش ما عم تدخلني؟ في وحدة جوا، ما هيك؟ لا تجني. لكن افتح الباب. يلا فوتي لشوف. تعالي. ايه شو متوقع تشوفي؟ يعني الواحد ما بيقدر يرتاح وين ما راح يروح؟ والله مو حكي. شو نسيان التلفزيون؟ ايه ايه. كيف اجيت لهون؟ وين سيارتك؟ تركتها بالمطار وجيت بسيارة اجرة. كذاب. انت اجيت مع وحدة. شو عم بتحاولي تحكي؟ شو بدك مني؟ ليش عم بتلاحقيني؟ جاسوسي علي ولا المربية تبعي؟ ليش لاحقتيني عالدعسة ها؟ ليش ما عم تتركيني ارتاح؟ حلي عني بقى يا نهال، تركيني مرتاح. الله الله، ما بتتركوني اخذ نفس؟ ما بدكم تتركوني ارتاح بقى؟ خلص اسكت، انا اسفة. نهال نهال، لوين رايحة؟ وقفي. اتركني. ماشي استني، بدي روح معك. عم بقلك اتركني، بدي روح. لا تبكي. آخ منك، استني دقيقتين بس، رح جهز حالي واجي معك. Mm-hmm.